طلاب سادس إعدادي حبايب الأبطال، رجعت لكم محاضرة جديدة من الوحدة الثانية. هذه المحاضرة يا شباب راح نشرح الدرس التاسع. الدرس التاسع مثل ما تشوف أنا مسمي لك يا أبو الخبز. ليش مسمي لك يا أبو الخبز؟ لأن هذا الدرس يا شباب عبارة عن تمارين وزارية، تمارين وزارية وتمارين تجيك بنصف السنة بالامتحان الشهري. هذا ابو الخبز ليش؟ لان بيه ثلاث شغلات مهمه جدا. اول شيء راح تلقى بيه توصيلات، وذن التوصيلات كلش 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 مهمات بالوزاري، وكذلك راح تلقى بيه اسقاطات، راح تلقى بيه تمرين، هذا التمرين هو تمرين اسقاطات، وراح تلقى بيه تمرين، هذا التمرين هو تمرين اختيارات. فهذا الدرس يا شباب كله، هذا الدرس يا شباب كله يقع ضمن نطاق الدرس او السؤال الثالث، يعني كل التمارين اللي راح ناخذها بهذا الدرس موقعها وراح تجيك بالسؤال الثالث بالامتحان الوزاري، يعني كلها تمارين ما بيها قواعد نهائيا، كلها راح اشرح لك اياها، هي عباره عن تمارين. اوكي يا شباب؟ نعم استاذ. اوكي، فهسه خليكم وياي حتى نفسخ هذا الدرس ونضبط عليه الدرجات اللي ناخذها بالوزاري. طلاب حبايبي اليونت الثاني اللسن التاسع الدرس التاسع، مثل ما قلت لك هذا التمرين او هاي التمارين بها سؤال راح تجيك بالامتحان الوزاري، تجيك السؤال الثالث بها تمارين، بها اختيارات، بها ما اعرف شنو، بها اسقاطات، المهم هي كلها تقع ضمن نطاق الدرس او السؤال الثالث. اوكي يا شباب؟ نعم استاذ. حبايب اذا عندك كتاب جيب لي كتاب النشاط اللي هو الاكتيفيتي بوك، اذا ما عندك كتاب حاول راح اخليك ذني مستنسخات موجودات بقناة التليجرام، يعني ذني التمارين راح انزل لك اياها بقناة التليجرام، اوكي اللي رابطها اول تعليق. اذا عندك كتاب بعد احسن، يعني ترجمهم بالكتاب. استاذ وين القاهم ذني التمارين؟ هسه انا راح اقول لك وين تلقاهم. يعني عندنا مثلا التمرين الاول. هذا التمرين موجود صفحة 41، كتاب النشاط، تمرين اي. تمرين اي صفحة 41. هذا التمرين جدا مهم بامتحان وزاري. صفحة 41 تمرين اي. وين موجود؟ بكتاب النشاط. التمرين مهم جدا. هذا التمرين يا شباب يجيك السؤال الثالث فرع بي. هذا التمرين يا شباب عبارة عن اختيارات، فقط تختار الجواب الصحيح، فقط تختار شنو؟ تختار الجواب الصحيح، كل شيء ما اريد من عندك. زين، هسه انا راح اترجم لك ياهن وانت تترجمين وراي بالكتاب، واذا ما عندك كتاب قلت لك تسحب ذني الاوراق اللي راح اخليك اياها قناة التليجرام. اوكي يا شباب؟ نعم استاذ. اوكي، فتعال خلينا ناخذ هذا التمرين اللي هو تمرين اختيارات. يقول النقطة الأولى The Land Force، القوة البرية. The Navy and the Air Force، القوة البحرية والجوية. القوة البرية والقوة البحرية والجوية، القوة البرية والقوة البحرية والقوة الجوية. ذولي شنهم؟ ذولي كلهم are all، كلهم branches low types، فروع لو انواع. كلهم ذولي شنو؟ فروع، branches. تحفظ الجواب فقط لان هو راح يجيك الامتحان الوزاري نصا، بس مجرد تحفظ الجواب، يعني branches تكتب له. of the military، كلهم ذولي فروع من العسكرية. كلمة military معناها عسكرية، ما اخذينا احنا بمحاضرات سابقة. اوكي، فهسه القوة البحرية والقوة البرية والجوية كلهم شنو؟ branches، مو تايبز، برانشز. اوكي، فروع. زين، يو ماست بي 18، لازم يكون عمرك 18 سنه تو بيلونج لو تو جوين ذا ميليتري، لتلتحق او تنضم. كلمه بيلونج وجوين اثنين نفس المعنى، بس احنا بالعسكري ما نستخدم بيلونج، يعني ميليتري اذا عندك عسكري لازم لها مفردات قلت لك هاي المفردات بالمحاضرات السابقه، لازم لها مفردات خاصه بها، فما يصير نقول بيلونج، نقول جوين. كلمه بيلونج وجوين تقريبا نفس المعنى، لكن جوين نستخدمها مع العسكريه، فنقول لازم يكون عمرك 18 سنه حتى تنضم، جوين تو ذا ميليتري، جوين. اوكي، مو بيلونج، نختار جوين. هو التمرين الحلو البي تحفظ فقط الجواب، يعني يجيك نصا بالامتحان تحفظ الجواب كلش كافي. The military، العسكرية، needs people، تحتاج ناس، to care for، يهتمون its equipment، بالمعدات والمركبات مالتها، لو maintain، يصونون. اكيد maintain، maintain معناها يصون، ماخذينها قبل المحاضرات السابقة.
فنختار maintain equipment معناها معدات, vehicles معناها مركبات, يعني مثلا مركبات مال الجيش. اوكي يا شباب, فاحنا نختار maintain. In the military, في العسكرية, you can take a test, تقدر تاخذ او تختبر, to become, لتصبح. في العسكرية تقدر تاخذ اختبار او يعني تقدر تختبر حتى شنو, حتى تصير او تصبح officer, ضابط, لو official, رسمي. اكيد راح تصير شنو, راح تصير officer, ضابط. If you pass this test, if you pass, إذا اجتزت هذا الاختبار, you have more responsibility, راح يكون عندك مسؤولية أكثر, and you investigate, تحقق, لو تشرف على الناس الآخرين, تشرف, supervise, supervise, كلمة supervise معناها تشرف, تشرف عليما على الناس الآخرين. When you leave the military, عندما تغادر, when you leave the military, عندما تغادر العسكرية, your training, تدريبك, can help you, راح يساعدك, find, تجد شنو, criminal job, لو civilian job. criminal job معناها وظيفة اللص أو حرامي, لو civilian, وظيفة مدنية. إذا غادرت العسكرية راح يساعدك بإيجاد وظيفة مدنية, civilian job. اوكي, هذا انتهى السؤال الاول او التمرين الاول اليوم, وجه الصفحة 40, تمرين اي, حفظ الجواب, واحفظ الجواب فقط اذا صعب عليك الترجمة. حلو, حجز. هسه عندنا تمرين بي, صفحة 41, يعني نفس الصفحة بس تمرين بي جواب بالاكتيفيتي بوك, كتاب النشاط. complete the phrases below with words from the books, كمل الكلمات من الصندوق اللي موجود جوا عندك. هذا صندوق هنا, أنا منطيك بكلمات ومنطيك هنا سبع كلمات تكملها من الصندوق. يعني هذا السؤال يجينا اسقاطات؟ لا, هذا التمرين يجي توصيلات, ما يجيك اسقاطات نهائيا. اوكي, تحفظها على شكل توصيلات. انا حنطيك الحل مالتها بس انا حنجي نترجمهن, انت ازم قلمك وترجم وياي. belt معناها حزام, شنو معناها؟ معناها حزام. ticket معناها غرامة. gun معناها مسدس. كاميرا هي كاميرا. traffic ازدحام. مشين آلة أو جهاز. ديتكتر كاشف. ليميت محدد. حلو, تعال خلي جهاز نسقطهن على ذني الكلمات. عندي سيكوريتي, سيكوريتي معناها أمن. ها شنو معناها؟ معناها أمن, أو نقدر نقول حماية, هيك معناها سيكوريتي, أو مراقبة, سيكوريتي, امن, مراقبه, حمايه. فهنا انا شنو تروح وياها؟ ياكل من فوق من الصندوق, راح تروح وياها الكاميرا, كاميرا مراقبه, تصير كاميرا مراقبه, هاي اللي يشدوها كاميرا مراقبه. زين, اثنين, ميتال معدن, شنو نخلي وياها؟ نخليها ديتكتر كاشف معدن, كاشف معدن. اوكي, كاشف شنو؟ كاشف المعدن. اكس راي ماشين, اكس راي ماشين, آلة التفتيش او جهاز التفتيش, جهاز تفتيش او جهاز الاشعة السينية. اربعة, سبيد سرعة, محدد السرعة, سبيد ليميت. فكلمة سبيد يجويها ليميت, شو يجويها؟ محدد سرعة. طبعا هذا التمرين كلش وزاري, محدد سرعة. سبيدينج تيكت, غرامة السرعة. سبيدينج, شوف سبيد ليميت وسبيدينج تيكت فرق بيناتهم, هاي بها ing, speeding ticket. رادار speed gun, رادار هي طبعا هاي ما هاي بينين واضحة, رادار speed gun. calm your belt, calm your belt, حزام ناقل, حزام شنو؟ حزام ناقل. calm your belt. زين, خلاص من هذا التمرين له توصيات قلت لك يجي عليه. هسه نجي على التمرين الأخير بهاي هاي الصفحة, أو هو الصفحة الثانية طبعا, هذا 42 بكتاب النشاط, تمرين سي. اوكي, هذا التمرين شنو؟ هذا التمرين عبارة عن اسقاطات يجيك, يعني تحفظ على شكل اسقاطات. اوكي, انا منطيك الحلول جوا بس راح اكتب لك اياها وياها فوق كذلك. زين, نجي هنا على يمين, نجي على النقطة الاولى. درايفرز ماست, طبعا قبل لا بلش لك هو شي يقول لك اكمل هذه الجمل, sentences جمل, complete, اكمل هذه الجمل with an appropriate verb, verb فعل, appropriate مناسب, اكمل هذه الجمل من خلال فعل مناسب.
زين. درايفرز السائقين او السواق ماست لازم ذا سبيد ليميت لازم شبيهم يحترمون او يطيعون اوبي لازم شبيهم لازم يطيعون السرعه المحدده لهم اوكي لازم يطيعون السرعه المحدده لهم. You mustn't without your seat belt on. انت ما لازم فراغ بدون حزام الامان مالتك. ما لازم تسوق درايف. انت ما لازم تسوق بدون حزام الامان مالتك. Your car mustn't have. سيارتك ما لازم يكون بها شنو broken lights. معناها يا شباب broken lights شنو معناها؟ معناها اضوية مكسورة. طبعا هذا ممكن انت لازم تحفظ جملة كاملة، ممكن هاي كلمة بروكن يجيب لك اياها اسقاطة، فلازم تحفظ جملة كلها. اوكي. You can take the bus، تقدر تاخذ السيارة او الحافلة. So you don't have to شنو take. انت تقدر تاخذ السيارة او الحافلة بدون ما تاخذ او انت ما راح تحتاج تاخذ سيارتك. فشوف ما you can take the bus تقدر تاخذ الحافلة. So you don't have to take your car. يعني انت مثلا تروح مشوار معين ما يحتاج تاخذ سيارتك، تقدر تركب حافلة. اوكي. فرابعا كلمة take بالفراغ نخلي. When you ride a motorcycle عندما تركب ride تركب motorcycle موتور او دراجة. You must انت يجب عليك يجب عليك شنو؟ wear ترتدي هيلمت. هيلمت معناها خوذه، لازم ترتدي ترتدي خوذه. You must a fine when you get a ticket. You must انت يجب فراغ fine غرامه when you get a ticket لازم تدفع شنو؟ تدفع الفلوس اللي عليك اذا حصلت على غرامه او تيكت يعني بطاقه مال 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 غرامه او وصل نقدر نقول وصل غرامه لازم تدفع فلوس. اوكي. You must slow down لازم تخفف السرعه. طبعا كلمه slow down حلوه معناها يخفف السرعه. At a roundabout بالاستداره بالاستداره لازم تخفف السرعه. But you don't have to لكن لا يجب ان شنو stop تتوقف. حلو حلو يعني انت لازم تخفف بالاستداره بس ما لازم تتوقف. You must فراغ people cross the street لازم شنو؟ لازم تخلي الناس تعبر الشارع منين؟ من معبر المشاة. هذا معناها مكان المخصص لعبور المشاة. pedestrian pedestrian هاي معناها مشاة. هاي الكلمة معناها الناس اللي يمشون على رجليهم لا سيارة ولا بايسيكل لا كل شيء. crossing عبور عبور المشاة لازم تخلي الناس تعبر. let تسمح او تخلي الناس تعبر منين؟ من الشارع المخصص لهم. If you هاي وزارية هاي كل شوي يجونها بالوزاري. If you فراغ a crime the police will arrest you اذا ارتكبت جريمة commit اذا ارتكبت شنو جريمة. فكلمة commit معناها يرتكب جريمة. اوكي يا شباب stop. حلو زين هسه خلصنا خلينا ناخذ تمارين بقية. صفحة 43 تروح لي عليها تمرين E. يا تمرين تمرين E صفحة 43 بكتاب النشاط. هذا يا شباب هم مهم جدا، هذا عبارة عن توصيلات. ركز لي عليها كل الزين اللي يجيك الامتحاني وزاري. طبعا أنا منطيك الحلول مالته بس راح أترجم لك إياهن، يعني حل لك إياهن أصلا. أوكي. الرقم ويا الحرف حل لك إياهن. بس تروح شو تسوي ترجم لي إياهن. هذا يجيك توصيلات يقول لك match the beginnings اربط البدايات and endings والنهايات of the sentence اربط بدايات ونهايات الجمل معا حتى تكون جملة كاملة. منطيك هنا list A قائمة A list B قائمة B. شوف انت الحروف هسه هي المفروض A B C D E وهاي هذا يعني بهذا الشكل. انا حلك اياها يعني already مباشرة حلك اياها انت بس تقعد تحفظها. النقطة الأولى ايش يقول؟ يقول I must get up early tomorrow. أنا لازم أنهض مبكرا باكر. I must get up. Get up ينهض. Early مبكرا. Tomorrow باكر. لازم أنهض باكر مبكرا.
أو غدا. ليش؟ Because I don't want to be late again. لأن أني ما أريد أتأخر. Late أتأخر again مرة ثانية. لأن أنا ما أريد أتأخر مرة ثانية. فهذا هو الحل مالتها. أوكي إذا عندك كتاب جر من واحد المن جر سهم إلى الحرف السي. Because I don't to be late again. You needn't take so much baggage. أنت لا يجب أو لا يحتاج أن تأخذ الكثير من الحقائب. Baggage معناها الحقائب. وين هاي الحقائب تأخذها؟ On a weekend trip. Trip معناها رحلة. Weekend نهاية الأسبوع. أنت ما لازم تأخذ حقائب هواية بعطلة نهاية الأسبوع أو رحلة نهاية الأسبوع. Trip معناها رحلة. ويكند نهاية الأسبوع. يعني أنت مرات عندك تروح تسافر في مكان معين بنهاية الأسبوع ما لازم تأخذ ولا حقائب. يوم أنت يوم أي ثلاث أيام راح ترجع. أوكي. فهو يقول لك أنت ما يحتاج تأخذ هاي الحقائب هواية. We mustn't forget. نحن لا يجب أن ننسى. لا يجب أن ننسى شنو؟ To take our passport. أن نأخذ passport جواز السفر. جواز نحن لا يجب أن ننسى أن نأخذ جواز السفر. يعني دول ممكن يسافرون في مكان معين فيقول للصاحب يقول إحنا ما لازم ننسى جواز السفر مالتنا. أوكي. You need to get a special license. أنت تحتاج أن تحصل على شنو؟ رخصة خاصة أو إجازة خاصة. إجازة خاصة. شنو هاي الإجازة الخاصة؟ ليش راح تحتاجها؟ To drive لتسوق اللوري. يعني سياقة اللوري تحتاج إجازة خاصة مو مثل إجازة السيارة. أنت تحتاج إجازة خاصة حتى تسوق اللوري. She has to. هي يجب عليها. يجب عليها شنو؟ Wear أن ترتدي. ترتدي شنو؟ A uniform. زي at her new job. Uniform معناها بدلة أو زي جديد at her new job في وظيفتها الجديدة. طبعا uniform شيء مثلا بدلة خاصة مو يعني تلبس ملابس غير رسمية. هيك معناه يونيفورم. مثلا إذا هي مثلا طبيبة تلبس الأشياء اللي خاصة بالطبيب. تلبس مثلا مدرسة تلبس أشياء خاصة بالمدرسة. هيك معناه. هذا هو الخاص باليونيفورم. أوكي حتى تعرف إنه هاي أو مثلا هي محامية ما يصير تلبس لبس عادي يعني. أوكي فهذا المقصود باليونيفورم. I don't have to. أنا لا يجب علي شنو؟ Leave and أغادر so soon. لا يجب علينا أن أغادر مبكرا. So soon معناها مبكرا. فهذا أنا منطيك الحلول مالتهن يا شباب. تحفظهن بهذا الشكل. مو تقعد تحفظ لي واحد ويا السي واثنين ويا الأي. لا حبيبي. تحفظ الجملة كاملة حتى تسيطر عليها. تحفظ الجملة كاملة بهذا الشكل وتسيطر عليها. اوكي يا شباب حتى لا تصير عليك صعبه بالامتحانات الوزاريه او الشهريه ونصف السنه لان انت راح يصير عندك وايد توصيلات. فمن تقعد تحفظ رقم ويا الحرف او الحرف ويا رقم هنا خطا. وحتى الدلائل ما انصحك بها. ما انصحك بالدلائل نهائيا. اوكي حلو. عندك هنا اكتيفيتي بوك صفحه 43 تمرين اف. هذا ما راح احل لك اياه. ليش استاذ ما تحل؟ لان انا احل لك اياه قبل هذا التمرين او منطيق عليه ملاحظه قبل. بس لا 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 ما راح احل لك اياه. أمرنا الله شو نسوي؟ يجوز سبيكم أصلاً زي قلت أشوف شرحني أنت. شرح لك يا بموضوع التوقع. روح شوف المحاضرة ما التوقع اللي شرح لك يا راح تلقى هاي الملاحظة منطيك ياها. وقايل لك إذا يجي شد وشدنت بالامتحان شو تسوي؟ إذا عندك ترجمة حل حسب الترجمة. طيتك ملاحظة. إذا عندك ترجمة حل حسب الترجمة. بس إذا ما عندك ترجمة باوع بعد القوس. إذا لقيت miss fail get واحد من ذولي راح تختار وياهم shouldn't. تختار وياهم تختار shouldn't. إذا هاي وين هذا الحكي؟ إذا لقيت بعد القوس fail get miss. يعني على سبيل المثال عندنا النقطة الأولى راح لك ياه والباقي عليك. We left 2 hours early. We should لو shouldn't miss. عندي miss راح اختار shouldn't. حلو والباقي على اساس هاي الملاحظه وحل لك يعني انا قبل موضوع التوقع. استاذ ما ادري بي التوقع مشكلتك. انا شرح لك يا المحاضرات السابقه. اذا انت فد واحد مو حريص على نفسك انا شو اسوي لك مثلا قبل ازينك؟ اذا انت مو حريص على نفسك فتروح تقرا لي موضوع التوقع حتى تضبط هذا التمرين. وانا منطيق اصلا الحلول ذني قدامك هنا أنا. هاي الحلول مال التمرين. اوكي يا شباب اشوفكم بخير ان شاء الله. محاضره اخيره بقت عندنا
او درس اخير بقى عندنا باليونت الثاني اللي هو الدرس العاشر اللي خاص بقطعة الرادار. اشوفكم خير ان شاء الله محاضرات قادمة وفي امان الله.